من الرائع تناول الحلويات في الصف بشرط ألا تمسك بك الأستاذة. ما هذا الصوت؟ لذيذة. أمسكت طالبة تأكل الحلويات. توقفي مكانك، أنت تعلمين أن الأكل ممنوع في الصف. يا إلهي، هذا مؤسف. سيطلع الشيب في رأسي بسببكم. لا يمكنني الوثوق بكم أبدا. هل يمكنني التحدث معك لدقيقة؟ تصرفوا بأدب. هل تظن أنها ستخبر أمي؟ مهلا، لماذا لا نستعيد حلوياتك؟ ماذا؟ الأستاذة ليست هنا. أترين هذه؟ ماذا؟ ألا تبدو كهذه؟ انظري، إنهما شبه متطابقتين. هذه فكرة ذكية. يجب أن أسرع. سأصف القطع مثل الطباشير. وواحدة، إنها قادمة. حسناً، من يريد الإجابة على السبورة؟ صوفيا، تعالي من فضلك. لم أتحمس في حياتي للإجابة مثل الآن. هذه تبشرة تنادي اسمي. لقد فعلتها. ماذا؟ سأتناول المزيد الآن. كم حبة يمكنني حشرها في فمي؟ هاها. صوفيا، أعطيني إياها حالاً. حسناً، كانت تجربة ممتعة. عودي إلى مقعدك الآن. أنا جادة. طعمها لذيذ. هل بدأت الحصة؟ ركضت بعد أن فوتت الحافلة، لكن الإغاثة قادمة. هل كانت تلك علبة كولا؟ يعلم الجميع أن الأكل والشرب ممنوعان في الصف. ألا تستطيعون القراءة؟ هل فعل الأستاذ ذلك للتو؟ هذا اليوم سيء من أوله. فمي جاف للغاية، مثل صحراء قاحلة. مهلا، هل أسمع صوت قطرات ماء؟ أتمنى أن يسقيني أحد. يوجد ماء في كل مكان هنا. أشعر بالظمأ الشديد. حسنا، يبدو أني بدأت أهلوس. هل هناك من يستمع إلي حتى؟ هل سمعت ذلك الصوت؟ هذا غريب. طيب، أنا لا أتوهم ذلك. تمام، لقد كشفتني. ما هذا؟ أليست حيلة ذكية؟ سأصنع واحدة مثلها. انظري إليها، ليست مضبوطة. ابدأ بوضع العلبة في المنتصف وأدر الغطاء بهذه الطريقة، ثم أدخل ماسة الشرب. النقطة الأهم هي التمويه بأقلام رصاص. يجب ألا تظهر العلبة على الإطلاق. أترى؟ لصحتكما للتفكير خارج الصندوق. احترسا، يجب أن تتوخى الحذر عند الشرب منها. أظن أني بدأت أستوعب هذه المسائل الرياضية. أجل، وأنا أيضا. أوه، لديك وجبة خفيفة، أعطيني حبة. المشاركة تعني الاهتمام. لا أعرف ما تتحدث عنها. ماذا؟ لابد أني مخطئ. نعم، هذا مؤكد. أوه، كنت أعلم أنها تخفي وجبة خفيفة في مكان ما. حان وقت كشفها. بصفة محقق وجبات خفيفة، لا يمكن أن تمر أي وجبة خفيفة دون أن أكتشفها. يجب علي العثور على الدليل. وجدته، دليل على حلوى. نعم، من لون هذا الغلاف وحجمه يمكنني القول وبكل ثقة إنها وجبة خفيفة. والوجبات الخفيفة مخفية في هذه العلبة. لا، نعم، مخبأك السري.
إنها في الواقع حيلة ذكية لإخفاء الوجبات الخفيفة. أولاً، ستحتاج لإفراغ علبة أقلام تلوين. الخطوة التالية: قص الأقلام لتصبح بنصف طولها وإعادتها إلى علبتها. كما ترى، تبدو كأنها أقلام بحجم كامل. يمكنك إغلاق الجزء العلوي من الصندوق مع أقلام التلوين، لكن الجزء السفلي من الصندوق يظل مفتوحاً وهناك مساحة فارغة فيه، ويمكننا استخدام هذه المساحة لإخفاء الوجبات الخفيفة اللذيذة. هذه الحلوى مناسبة تماماً. نعم، لكن لا تنسى إغلاق الغطاء بإحكام. هذه الوجبة الخفيفة مخفية عن الأنظار. أحسنت يا ماديسون، حان وقت المشاركة. طيب، بما أنك كشفت سري، يمكنك الحصول على قطعة واحدة. كلا، سأحصل على أكثر من قطعة. أنت الأسوأ يا جيك، خذ. قد أكون الأسوأ، لكن هذه الحلوى هي الأفضل. يملك البعض منا عادات سيئة. مضرة بالأسنان، أليس كذلك؟ قضيت على واحد. لا يوجد مشكلة هنا. مقرف، ربما أنت في مشكلة حقيقية يا لازي. هذه ليست ألعابا للمضغ كما تعلمين، لا تفكري بذلك حتى. في الواقع لدي فكرة، وهي فكرة منطقية. نأخذ قلما والقليل من قطع المارشميلو وندفعهما معا. انظروا إلى هذا الآن. امضغي هذا كنوع من التغيير يا لاز. انظري يا أغطية البلاستيك، يوجد قلم جديد. لنجربه. أجل، كما أنها ألذ من البلاستيك. تفكير جيد يا لونا. مرحبا كايت، ما الذي ترسمينه؟ أوه، منظر شاطئ جميل. على فكرة، هل تريدين حبة؟ أنت بطيئة. هيا، أرجوك. خسارة. حسناً، استعدي لمقلب. أزل بعض الألوان من لوح ألوان الطلاء، ثم أحضر حلوى ستار بيرست بنفس اللون. أزل الغلاف ولفها في كرة. ضع الآن الحلوى في مكان اللون المطابق لها على اللوح. يجب عليك ضغطها قليلاً. وانتهيت. إن لم تشاركي حلوياتك معي، فسأكل ألواني. لا تأكلي الطلاء يا كايت. لا لا لا، ستصيبك بالمرض. هذا يكفي، تفضلي تناولي البعض من حلوياتي. شكرا. كلا، أنا أمزح فقط. أترين يا جينيفر، المشاركة جيدة. هذا أفضل بكثير من الطلاء. من أين حصلت كيت على حلوى غزل البنات؟ توقفي، كنت أقول لا. يا لك من بخيلة يا كيت. هيا، هذا غير عادل. هل تظنين أن الأستاذة تعلم أني تأخرت؟ ما الذي فوته؟ شيء ممل بالطبع، كان يجب أن أكل قبل أن أغادر. سأتناول وجبة خفيفة الآن. رقائق البطاطس المفضلة لدي. بدأ لعاب ياسين. هل توجد رائحة أفضل؟ ماذا؟ أنت تعرفين القواعد. آسفة، سأنتظر. إذن لا تجبرين على فعلها. هل تريدين مخالفة القواعد؟ كلا. إذن اخرجي. طيب، سأستمتع بوجبتي الخفيفة في مكان آخر. قواعدها سخيفة. هل يفترض أن أموت من الجوع؟ مهلاً، ماذا عن المجلد؟ هل يمكنني استخدامه كتمويه؟ نعم. أفرغ كيس رقائق البطاطس واستمر في طيه بهذا الشكل حتى يصبح مقلوباً. ضع مسبكين معدنيين في قاع الكيس
ثم أعد الرقائق في الكيس، ثم لف في الكيس وثبته بمسبك معدني آخر. وفي النهاية مر المسبكين في حلقات المزلد ثم أغلقها. يا لها من حلة ذكية! تصرفي بعفوية، تصرفي بعفوية! يا بيلا، لم أحضر طعاماً، أنظري! حسناً، لنعود إلى العمل! لا تعرف الأستاذة أبلبي أن الطعام أمامي مباشرة! لا تمضغي الأكل بصوت عالٍ! أرى ما تفعلين! رأيتِ ماذا يا باتي؟ المدرسة أفضل مكان للدراسة وتناول الوجبات الخفيفة أيضاً. هل يمكنني الحصول على قطعة صغيرة؟ كم أنتِ كريمة! معي شيء آخر يمكنني تناوله. أترين؟ لم أفهم. هل تأكلين كتابك حقاً؟ إنها كعكة بنكهة الفانيليا. كنت أظن أنها للدراسة فقط، لكني بعقل متفتح. لنرى. هذا شهي. من كان يظن أني سأحب رياضياتي لهذه الدرجة؟